نمشي مباشرة لحسان العيادي الأنيق والجميل وصاحب الشعر الطويل الاتحاد الحكومة. لنحبك لنصبر عليك حتى لنحبك لنصبر عليك حسان. شوف سبحان الله. شوف تفاعلا مع صديقنا سرحان واستلهامه لذكرى القائد العظيم حنا بعل التونسي ما يسالش ناخذه من اللي قالوه ناس بكري، وناس بكري ما كتعرفهم كلامهم محكم. إيش قالك؟ قالك لنحبك ولنصبر عليك لتخليص مسألة أساسية اللي هي ضرورة التعامل معك، أو ضرورة أنه نلقاه حل ونتعامله بشكل سلمي ونوصله لمرحلة من المفاهمات. هذا المثل ينطبق على طرفين، اتحاد الشغل منظمة العريقة وحكومة بودن أو حكومة الرئيس الملك والحاكم الفعلي في المشهد السياسي التونسي. في الفترة الأخيرة التوانسة الكل سمعوا ولاحظوا وشافوا، حتى رئيسهم يتحدث على العظمة والعظام، سمعوا الاتحاد يتحدث على معركة كسر العظام، وشافوا خلافات كبيرة. من بعد شفنا بوادر انفراج تمثلت في اللقاء اللي تعقد ما بين وزير الشؤون الاجتماعية ملك الزاهي ونور الدين طبوبي، وطرقنا له حتى في روتروفيزور في هنا تونس. كل هذه الأحداث وتطوراتها بدأت تبرز وبدأت تعطي في نوع من المقاربة الجديدة، أو في نوع من العلاقة الجديدة ما بين الطرفين. في الأثناء وبعد اللقاء وبعد ساعتين ونص تقريبا من اللقاء، يبدو أنه كان مفصلي، كان فيه عدة مؤشرات أو عدة كما قال حسين العباسي كالعام لكاتفيريتي الحقائق الأربعة، تم كشف بعض المعطيات في علاقة بالطرفين والذهاب إلى نوع من الاتفاق جديد في المعاملة. كان لاحظوا مليح الاتفاق هذا كان مربوط بطلب من الاتحاد واضح وصريح، وهو التراجع على المنشور عدد 20. لهنا نفهم مليح أن الاتحاد يطلب بحسن النوايا بحسن النية من الحكومة. في المقابل الحكومة وعندها الحق في هذا نسبيا تعتبر أن التراجع فقط كلي عن المنشور 20 هو نوع من السحب أو نوع من التراجع الكبير اللي مش نجم تعمله، خاصة وأنها تعتبر نفسها في موضع يسمح لها بإدارة التفاوض بأريحية مع الاتحاد. كل المؤشرات اللي عند الحكومة وكل قراءاتها السياسية تقول كونه هي مرتاحة نسبيا مع الحكومة. قانون ماليتها تجنبت فيه الصدام الاجتماعي، خلقت فيه ما تعتبره الإصلاح، وهذه قناعتها هي. وإضافة لذلك أنه هناك مسار سياسي انطلق وانت عثر نهار واحد فانه سيعود نهار 15 جانفي، ونزيدوها مسار قضائي للبت والحسم نهائيا فيما هو معروف بما قبل 25 جويلي. الحكومة بمنطقة آخر وبعبارة أخرى انتمت لسردية الرئيس القائلة بأن له لا عودة إلى الوراء، لا رجوع إلى 24 جويلي، وأنه على الاتحاد أن ينخرط في 25 جويلي. هذا لاحظوه كذلك في كلمات الاتحاد العام التونسي الشغل وقت يقول لك، هو قالها من قبل، ولكن في الفيديو الأخير والتسجيلات الأخيرة والموقف الأخير أصبح الاتحاد يتحدث بأكثر حماسة بأكثر انتماء شوية ل 25 جويلية بتعبيرات أدق وأوضح، أنه ينتمي للمسار ما بعد 25 جويلية وإن كانت عليه مؤاخذات، ولا ينتمي إطلاقا إلى ما قبل 25 جويلية. بمنطق آخر أنه الاتحاد كذلك يعرب للحكومة وللرئاسة من خلفها عن حسن النوايا، أنه لن يكون الشوكة في الخصر أو لن يكون الحجرة اللي بيشتاق في كبيرة قدام الرئيس. هذاك علاش اليوم نحن نتجه إلى نوع من المصالحة الفعلية تلاحظوها ممكن خلال سويعات أو أيامات ببلاغات حكومية، يا إما تعلن فيها عن تعديل هذا المنشور أو بلقاءات وتصريحات من القادة والأمناء العامين لاتحاد الشغل تتحدث عن ما بعد لقاء بوزير الشؤون الاجتماعية. وهذا يقودنا بشكل أساسي إلى معطى جديد، أنه الاتحاد يبدو، وهذا متسربات غير موثقة بعد، أنه هناك بعض التطمينات قدمت الاتحاد في علاقة بالحوار، أنه لن نقتصر على حوار إلكتروني، وأنه الحوار الإلكتروني ما هو إلا رديف أو كيفاش يقولوها، عرفتها كيفاش كنا نسميه نداء تونس نحن، عرفتها فروع وروافد روافد النداء، فإنه ما هو إلا رافد، وإن شاء الله ما يكونش كنداء تونس خاطر كل روافد نداء تونس دخلت في حيط، فهو رافد من روافد الحوار، والحوار سيكون مع المنظمات والأحزاب في فترة قادمة. هذا يبدو أنه يخلي الاتحاد يعقل يبحث عن تسوية بعض النزاعات والذهاب إلى مشروع قادم. نستناه هذا ونراهنه على مسألة وحيدة، أنه كلنا بشيبنا وشبابنا بمن ينتمين ل 24 وينتمين ل 25 راكبين على الفلوكة واحدة.
والفلوك إذا غرق ترى تغرق بالناس الكل. فنحن لا نراهن على قائد عظيم بل نراهن على عقلانة الفعل السياسي. يا عبادي الياك الواحد ويشرق واللي يطمع في الكل ما يهز حد شيء. إجا نلعبه لعب نظيف بقواعد جديدة. قاسها الأول إنه هالفلوكة اللي هي اسمها تونس مصيرها أصبح بين يدينا. بكل شخص منا عنده مصير. نعقل نفعلنا السياسي ونبحث عن المصالح. وفي النهاية محمد أنا نحبك ونصبر عليك. شكرا لك حسين العيادي. الحب متبادل سي حسين. ربي يستر. شعور متبادل. شكرا لك على خسام بلانطان اليوم. لا أسا حسن. على ذكر الفلوكة تاريخيا زعيم فرحات حشاد وزعيم الحبيب عاشور عرفوا بهذه العبارة، عبارة شقف في إشارة للاتحاد العام التونسي للشغل للتنظيم للهيكل كمنظمة في كل الأزمات كانوا يحكيوا على شقف وأنه مهما يصير يجب إنقاذ الشقف بحار إنقاذ يعرفوا قيمة وربما فهم رمزية كبيرة في المسألة هذه حسين العيادي. للأسف اليوم توانسة يحكيوا على 24 وتوانسة يحكيوا على 25 26 ما يحكي لي حتى وهذه مشكلة تونس الآن وهنا. لكن السؤال اللي يطرح نفسه هل يمكن أن يكون الاتحاد حاله اليوم مع رئيس الجمهورية كما كالسيد اللي استنى في العسل؟ لا أظن ذلك لأنه فما لاحظ في الفترة الأخيرة فما نوع من العقل أو نوع من الإدراك خلينا نقوله فما نوع من الإدراك وفهمان. فما ساعات كي تاكل كفوف تفهم أو ساعات كي تطحن في حيط تفهم واحدة منهم. ما يقولوش لك كف لا تحن في حيط، نقولوا نوع من الإدراك أنه التوازنات أنه البلاد لا تحتمل المغامرات الدنكشوتية أو الشعبوياتك المفرطة في الحماس والشعارات. المشكلة في رئيس الجمهورية مش في الاتحاد. الاتحاد مدي دي الدولة قلت لي هو خلينا نكون نسبيين مش ما تقولش كون عرفت ديما لازم على الرئيس. سيد المرة هذه هنمشي نقول مع الرئيس شوية ما يسالش شي من الله وشي من عبد الله. أعطوه ألف دينار. أعطوه ألف دينار. لا 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 خلي سرحان الشيخاوي. إتني شيء من أول عبد الله. الزوز صراعات. الاتحاد حس روحه بشي تجبد من المشهد السياسي دونك يدافع على موقعه. اليوم يا محمد والأساس والمهم إنه لا ضمان لأي طرف. الضمان الوحيدة هو المشروع جامع لتونس. لكن الضبابية هذه أكيد ما تخدم حتى حد وما تخدمش تونس بالأساس. هذا اللي يهمنا.